واي واي انا اليومين الماضية لنا الله يا خالي من الشوق. والله العظيم تعب اليوم في الجيم حتى ما قدرت اكمل السيشن. صباح الله خير اركل، انتوا طمنوني عنكم. بناتي حبيباتي اهم شيء عندي، الشباب مش مهمين، انتم مدبرين حالكم 24 ساعة تجذبون ومشين حالكم في الشب، بس خلوني اشوف البنات الغلابة هذي للمساكين، ردوا لي وش اخباركم يا ناس. والله العظيم حاسة واصلة مرحلة ابي يكون عندي توحد، ما ابي اشوف بشر كثر ما في بشر حولي، شغل مجاملات ما ادري مين ما فيهم حد جاي يعطي، الكل جاي ياخذ، الكل عنده شيء، الكل بس قول واحد يقول الحمد لله رب العالمين ان جعلني شخص يعطي ما ياخذ. ليه؟ من ناحية الأخذ والعطاء تكلم بناحية معينة، لا تأخذونها بشكل كامل، لأن الإنسان اللي حوالينا كل الناس تأخذ منه، الأخذ بالنسبة للوقت، بالنسبة للنصيحة، وبالنسبة للمزاج، وبالنسبة للمادة، وكل شيء توقعونه، تمام؟ الأشياء الكثيرة مش الأخذ بشكل واحد، معناها أن ربي سبحانه وتعالى مخليك فوقهم، فأنت اللي تعطي مو أنت اللي، لأنك لا منك خذيت معناها أنت يعني بس تأخذ ما تعطي، وبس تأخذ معناها أنت محتاج. فالحمد لله رب العالمين اللي من علي بالمعلومة أعطيها، بالسند، الوقفة، المادة، القدرة، يعني ربي من علي بكل شيء أني أنا الحمد لله رب العالمين أعطي وما أخذ. بس مستهلكة اليومين بالذات، كثير عندي شغل فمستهلكة، بياخذ بريك، أبي أمشي بروحي عادي زي الناس كده، أمشي بروحي، أكل بروحي، مش ضروري في مطعم يكون معي مليون حد، مش ضروري يكون حولي يعني عادي عادي كذا اسمع ميوزك عادي ولا مو عادي؟ ردوا علي عادي عيش حياة طبيعية ولا لأ؟